بليز. ادم اوكي انا سير. السلام عليكم جوهراتي الغزالات، كديري لبس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان، مرحبا بكم فيديو جديد معايا. صراحه غابت عليكم هذه المره، تقريبا دابا اسبوع ما بقيت صورت حتى شي فيديو بسبب واحد الظروف كانت عندنا، ولكن الحمد لله تجاوزناها. الحمد لله كلشي داز على خير. كنت نزلت واحد البوست وطلبت منكم انكم تدعوا مع الاب ديال الزوج ديالي، كان مر من حد العمليه على القلب. كذلك حطيتها في الفيسبوك وفي انستغرام، بزاف البنات دعاو معاه. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. المهم الحمد لله العمليه دازت على خير، ودابا كيتعافى من بعد العمليه. المهم بعد العمليه دازت على خير الحمد لله، هادشي اللي كنا كننتظرو. وصراحه داك الاسبوع اللي فات داز عليا ماشي تنهي، يعني نفسي ديالتي ما كانش تنهي، ما كنقدر ندير حتى شي حاجه صراحه. والحمد لله بعد ملي دازت على خير. المهم البنات اليوم كنت قبل ما يوقع هذا المشكل كنت مشيت لواحد ستور، كنت درت معكم نيت فيديو، قلت لكم غادي نوريكم المشتريات، ساعه ما حطيتوش لكم في نفس الفيديو. فمن بعد تقضيت شي حوايج اخرين وخديت شي حوايج اخرين، فقلت نديرهم لكم في فيديو واحد. المهم سمعتوا الصوت ديال ادم في الخلفيه، ما بداوش عليه. فاش بغيت نبدا الفيديو قلت ليه سير تلعب بلاصه اخرى، قال لي ماما ما عنديش الصوت، غنشوف ديك اللقطه لو كانت تصورت غدا نقدر نخليها لكم في الكواليس. قال لي عاد نلعب بلا ما ندير حتى شي صوت، ولكن الصوت ضروري من هذوما الدراري. ادم يا قلتي ما غاديش دير الصوت، يو هاف ميكين لوت اوف نويز. المهم البنات غدا نشارك معكم شي مشتريات خديت، شي هميزات اللي خديت صراحه، ما قلت ضروري نشاركهم معكم شي حويجات، خصوصا هذا البنات قلت ضروري نشاركهم معكم بالحاجه. صراحه انا في واحد القضيه، ما كنبغيش نمشي للسطورات ندور فيهم، ما كنعرفش نمشي ندور بلا ما نشري، يعني في هذه واحد المشكله، ما نعرفش نمشي ندور بلا ما نشري. كندخل كنقول غير نمشي نشوف شي حاجه، ولا نقلب على شي حاجه خاصني، كنلقى راسي خارجه بزاف الحوايج، فكنخليها على المصيرف. فملي خديت غادي نشارك معكم البنات كل حاجه خديتها. المهم داكشي اللي باقا ما حلاش، كاين شي حوايج ديجا استعملتهم، ومهم داكشي اللي باقا ما مستعملش غادي نوريه لكم. هذا بليز دابا ما بانت لك تلعب بداك اللعبه حتى اليوم، تكدي ميك ا لوت اوف نويز. المهم البنات مديوش على الصوت ديال ولدي في الخلفيه، فغادا نوريكم بالحاجه. اول حاجه غادا نبدا لكم بها، غادا نبدا لكم بهاد السيت. هادي لقيتها في روس، ديجا عندي شي معنات اللي بنفس الستيل ديالها، واحد السيت ديال المعنى عندي بنفس الستيل ديالها. ففاش لقيتها هزيتها بلا ما نفكر، واخا كنت لقيتها محلوله شي حد حالها، ولكن ما لقيتش منها جوج، فقلت ناخذها وندير ليها ليها، نقدر نلقى فيها شي حاجه ناقصه ولا شي حاجه، ولكن الا كنت لقيت شي حاجه ناقصه راه غادي نقدر نرجعها ولا شي حاجه. المهم هذه خديتها من روس، خديتها ب 16 دولار و99. غادي نوريها لكم البنات. واو صعيبه في الحل، واو غادي ندير روينه مقطعه الحله، حتى تحلات ليا غير بزاف زايرينه، واحد الزيره عالميه غير قطعتها منهم. عندي تقريبا بحال هاد الشكيل هذا، عندي ديجا وحده دابا نجبدو نوريه ليكم. هنا هادي بحال هكا كتحط وحده فوق وحده، هي الشكل ديالها الاساس وحده كتحط فوق وحده، ولكن راه ما كنلصقوش فوق بعضياتهم. شوف الشكل اللي داير زوينه هكا الكيكات وداكشي، ولا بغيتي تحطي شي حلويات في الجناب بحال هكا، ولكن راه ما كتلصقش مع بعضياتها، يعني كل وحده بوحدها. كيف لاحظتوا عندي تقريبا وقال هاد السايز، عندي واحد الشكيل تقريبا حتى هي بحال الدزاج هذا بحال هكا داير. دابا نوريها لكم، ديجا كنت وريتها لكم واحد المره في واحد المشتريات، غير هي بان ليا فيها بحال الشكل ديال شي زاج ديالها، شي شكل من هنا. هي الشو البنات ماشي مشكل، الشكل ديالها زوين.
صراحه كان كيسحاب لي مع كيبانو في الكرتونه كتبان كيف لاحظتوا هكا دايرين فيها هنايا ماكارون شتيهم كيسحاب لي كتلصق مع بعضياتها الساك يعني فيها شي حاجه اللي كتكونيكتيها ولكن يعني كل وحده بوحدها كتحطوا غير هكا فوق بعضياتهم وردي البال وصافي. المهم البنات هذه حيتها من روس اليوم مشيت للروس ونلقى يعني حتى اليوم تقاد داكشاش قلت انا غنتصور دابا مع مشيت عاوتاني اليوم وتقديت شي حوايج اخرى من روس ف قلت اليوم قلت ملي خديت عاوتاني حوايج اخرى غادي نشارك معكم. اليوم مشيت لقيت هذا الشكل يعني تقريبا بحالها كتلاحظوا غير هو داك غالبا وقال كيكونوا كيتكونيكتاو الله ما تكونش صعيبه بحال هذه سهله. شوف كيفاش جايين مع هادو هادي كتكونيكتا ما بدياتها بريسلت كيفاش دايرين هادي كيدار الكيس بحال كيتخشى من هنا صافي البنات هذا هو الشكل ديالها. الصراحه هذه عجبتني اكثر حيت بانت ليا ثابته اكثر الاخرى يعني على اساس دايرين وحده فوق وحده ولكن ما ثابتينش هادو جاوني ثابتين. شوف الشكل ديالها شحال زوين بحال دابا هذه هكا ملي تكون عندك شي حطه هكا نيه في الطبله عرضه ولا انتي مع راسك تحطي هكا نيه شي حلويات هنا وهنا يجي الشكل ديالها زوين. رمضان جاي نفع حتى في رمضان. الصراحه عجبني الشكل ديالها. قولي البنات كيفاش جاتكم هادي خيتها من روس. نعاود نقول لكم الثمن ديالها الثمن ديالها 8 دولار و90. صراحه الثمن ديالها زوين بزاف روس بالزوين كتقدري تلقاي فيه شي نقيلات زوينين وبثمن جوج. وخديت هادو من والمارت هادو فريريشات ديال الطبله صراحه شحال ولكن ماشي كنقلب عليهم في والمارت كنبغي بحالهم ولكن دائما كنلقي غير كنلقى غير بالفضي. هادو الثمن ديالهم كنظن $1.49 الوحده ما كنعقاش على الاثمنه ما كانتش مكتوب على الحاجه خديت 8 منهم. عندي طبله فيها 8 الكراسه ديال الداينين روم يعني بلاصه ديال الطبله ديال الماكله سالامونجي. عندي وحده فيها 8 الكراسي وعندي وحده فيها 6 الكراسه باقا ما عرفتش هنا وحده غادي نستعملهم لا ولكن خديتهم الصراحه كيعجبوني. وهذا الرانر ديالهم كان عندي بحالو شحال هادي وعاود خديته ما عرفتش داك اللي كان عندي فين هو ملي رحلت ما عرفتش فين درتو. هذا كيجي غير صغير ما كيجيش هذا ما كيجيش مغطي الطبله كلها كيجي مغطي غير الوسط ديالها ولكن عاود خديته باش جاي معاهم. خديت كذلك هاد الخاميه هادي هادي خديتها فيها الفضي بغيت نديرها في هاد الباب هذا اللي عندي هنايا هكا بالليل ملي كيعود الليل كيعود اللي على برا كيقدر يشوف لداخل. وحنا عندنا واحد جيراننا مقابلين معنا وباش نخلي هاد الباب هكا نيا ما فيش الخاميه فعنخليها كنديرها يعني بالليل نديرها وبالنهار نقدر نحيدها. خديتها هكا بالفضي فيها خطوطه بالفضي باش تجي ماتشي مع هاد الفوتي. هي الشكل ديالها معلقه وادم تسكت. خديت هاد الكسيوه هادي راه كنت قايسه معكم فاش كنت درت لك الفيديو. هادي الشكل ديالها صراحه زويون هكا تقدر تلبس مع لي بوط هكا عاليين ودار معاها هكا زويف هكا تسويه كتجي زوينه صراحه. راه كنت لبستها معكم في الفيديو الشكل ديالها كيبين الطاي زوين وزويونه. قولي الراي ديالكم فيها تجي نهار نقاد لكم بها شي لبسه الحمر يا الحمر. وهذه خديتها بالخضر حتى هي راه كنت قيستها معكم في داك الفيديو تنقاد لها شي لبسه تاع هي. المهم راه كنت قيستها معكم هذه فاش كنت في داك الفيديو. خديت هاد الصبيبيط حمر عندي هكا الحمر بزاف حويجي فصراحه خاصني زبيبط حمر ما عنديش. وادم تسكت يا قلتي عاد تسكت خاصني صباط حمر على قبل مع حويجي ما عنديش صباط حمر وخديته. قولوا لي الراي ديالكم كيفاش داير قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاكم
هذا خديته 24 دولار و 99 سنت. هذا خديته من روس صراحه الشكل ديالو زويون. قولوا يا البنات الراي ديالكم فيه. خديت كذلك هاد الطبيسلات هادو، خديت جوج منهم هادو جايبينهم فروس. هاد الشكل زويون هكا، الا كانت عندك هكا شي عراضه ومع رمضان كتبغي هكا الطباسيل يكونوا بهذا الشكل يكونوا بيضين. هادو دايرين 10 دولار و 99 وجايبين فروس، يعني شكيلات مختلفين هكا نيا بحال هاد الشكل هكا بهاد الزواقه، وكاين زواقات اخرين وكاينين حتى مربعين كبار، كلهم دايرين لهم 10 دولار و 99. يعني الثمن صراحه جاني انا مناسب. قولوا لي البنات الراي ديالكم كيفاش جاكم الثمن. المهم انا جاني الثمن ديالهم زوين صراحه. المهم انا صراحه ما رتبتش داكشي اللي غنوريكم بالترتيب، عاكل نهز نقدر ننسى شي حاجه، نقدر نوريكم شي حاجه جوج المرات. المهم ما ديرش عليا. هاد الطبيبيط هذا توا كنت خديته بروس صراحه ما عقلتش الثمن، كنظن واش خديته ب 24 دولار وما عقلتش، ما عقلتش الثمن شحال خديته لانني محيده منه التيكيت، لانني ديجا كنت لبستو. غادي تشوفوا الفيديو فاش لبستو، فاش مشيت للاي ام اف درت فيها الحنه واحتاجيتو لبستو مع اللبسه، جاني مع اللبسه اللي لبستها جاني معها زوين. المهم الشكل ديالو زويون. قولوا لي البنات الراي ديالكم فيه. بغيت نوريكم البنات هادو خديتهم من والمارت، ننصحكم بهم زوينين الصراحه، الثمن ديالهم مناسب. كناخذهم من والمارت كيكون فيهم هاد البلاصه هاد الدخله هنا، ما كيبقاوش يطيحوا لكم الحوايج. انا هادو هما اللي كنستعمل دائما وخصوني وخديتهم من والمارت وقلت نوريهم لكم صراحه ننصحكم بهم. كاين هادو اللي رقاق وكاين هادو، هادو كناخذهم هكا على قبل الجاكيطات. او ما خديتش بحال اللي عندي، اللي عندي انا معلقه ما انتبهتش. اما انا راه كناخذ هذوك اللي كتكون فيهم الدخله هنا باش ما كيبقاوش كيطيحوا، حيت عارفه داك اللي ما كيكونش فيهم داك الدخله كيعطيوني هارد تايم، يعني كيبقاو يطيح منهم الحاجه. المهم البنات بغيت نوريكم كذلك هذا اللي صراحه هميزه. قولي البنات الراي ديالكم فيه. هميزه صيدتها من داك الشيء الرفيع. المهم انا جاني هميزه، ما عرفت تقولوا لي البنات الراي ديالكم. دابا قولوا لي فكروا شحال الثمن هذا، بشحال خديته، وتخيلوا الثمن وانا غنقول لكم شحال خديته، نقول لكم منين خديته، وتقولوا لي واش بصح هميزه ولا ماشي هميزه. المهم البنات هذا مشيت لواحد السطور، ثاني مره غادي نمشي ليه، سميتو سيكند ايف، هو سطور كيبيع داك الشيء ديال القديم. ثاني مره نمشي ليه فاش تحولت هنايا، كنت كاين حدا واحد المحل سميتو كاين حدا الدي، وملي بان لي واحد المره قلت ندخل نشوف شنو فيه. ملي دخلت لقيت كيبيع داك الشيء ديال القديم. صراحه كنت غير بلاصه الماعن، المره الاولى اللي مشيت ليه لقيت فيه الماعن مخيرين زوينين، شي ماعن يعني شي حوايج داك الماعن اللي كيكونوا هاي كلاس، ولكن الثمن ديالهم منخفض لانهم مستعملين. واللي كنعجبني فيه اكثر مره الاولى فاش مشيت لبلاصه الكتوبه، كيكونوا فيه كتوبه تقريبا ديال الدراري الصغار وديال الكبار، ولا عامه كيكونوا دولار و99 2 دولار، يعني كتاب اللي يقدر يكون يدير 20 دولار كتلقاه كيدير تقريبا غير 2 دولار هكا، يعني شي كتوبه زوينين. وكنت خديت منه الكتوبه الاولى، هذه المره الاولى فاش مشيت كنت خديت منه غير الكتوبه وخرج، عجبني الصراحه عجبني بزاف. ومن بعد بغيت نمشي ملي قراو ولادي داك الكتوبه كلهم اللي خديت، قلت نبقى نمشي كل مره نمشي ناخذ منه الكتوبه ما ناخذش ليهم في دقه. ايوا مشيت عاوتاني خديت عاوتاني شي كتوبه اخرين، المره الاولى خديت تقريبا مع شي 6 الكتوبه، مع التقاموا عليا بشي 7 دولار هكاك. والمره الثانيه مشيت عاوتاني على كيبان الكتوبه، ملي مشيت خديت ليهم كتوبه وانا نطلق مع هذا. لقيت الثمن ديالو البنات 9 دولار و99. هانتوما البنات ها هي 9 دولار و99. هذا فايت مبيع فروس، ولكن اللي تستعملوا جابوا هاد البلاصه ديال سيكند ايف، سميتو سيكند ايف، وبيعينو هاي العلامه ديالتهم هما كيفاش دايره. شوا دير 9.99 فروس، مع تيكون مبيع بقل. تنشوف شحال كانوا شراو هما، كانوا شارينو ب 19.99 من روس، ولكن الثمن ديالو الاصلي 40 دولار. ولكن الصراحه انا جاني 99 الثمن ديالو جد مناسب، باقي الشكل ديالو زوين باقي مزيان، ويليق هكا رمضان من الديكور تاع رمضان. دابا رمضان جاي ونقدر ندير به هكا الزينه تاع رمضان، صراحه جد مناسب. وي البنات واش بصح جاكم يعني الديل اللي خديت فيه زوين ولا لا، ولا الثمن ديالو هو هذاك؟ المهم انا جاني الثمن ديالو زوين. كذلك خديت هذه اللي كتبان لكم هكا محطوطه هنا،
المهم درت هذا دابا ديكور، استعملتها في الديكور عاد نوريها لكم. هذه خديتها من خديتها واش من رو من برليطون ولا من روس، بلاتي نشوف التيكيت ديالها، معقل شفت التيكيتها نقول لكم انني معقلتش البنات مني خديتها. خديتها من روس، هذه خديتها ب 40 دولار 33 دولار و 99. هذه بحال شكيدير الزريبيه كبيره كبيره، شوفوا قداش البنات 40 دولار. قلبت عليها في قبل ما كندير هاد القضيه، انا ملي كنكون كنضرب شي سطور بعض المرات شي حاجه كنبغي نشوف الثمن ديالها واش بصح زوين ولا لا، كنقدر نقلب في امازون ولا شي حاجه في شي سطورات كنبقى ندير كومبير هذيك الساعه. فقلبت على السميه ديالها لقيتها في امازون فايته 100 دولار، فقلت اصلا انا من هنا اللي كنتقدم من امازون بزاف، قلت نقدر ناخذها من امازون من بعد. ساعه لقيتها في امازون غاليه، ساعه عجبتني خديتها. المهم 40 دولار، قولي البنات الراي ديالكم الثمن ديالها واش مناسب ولا لا. المهم زوينه الحجم ديالها شحال فيها، تنقول لكم الحجم ديالها فيها 4 فيت على 6 فيت، يعني 122 سنتيم على 183 سنتيم، راه كبيره تبارك الله، راه زوينه طلق زريبيه طلق. المهم حتى نخلي الديكور هنا نخلي الديكوريشن نخلي الديكوريشن هنا. المهم غنوريكم دابا شي حوايج خديتهم اليوم صراحه. اليوم مشيت تخيلوا المره اللي فاتت فاش مشيت كنقلب على واحد الكيسان، كانوا قالوا لي على فاش كنت وريتكم خديتهم من امازون قالوا كاينين فروس ما لقيتهمش، ومشيت اليوم عاوتاني نقلب عليهم ما لقيتهم الصراحه، ما كاينينش فروس دابا خاصني ناخذهم من امازون. حيت كانوا قالوا لي البنات فروس الثمن ديالهم الثمن، قالوا لي يعني قل بزاف من امازون، وقلت نبقى كل مره نمشي فروس نقلب عليهم، ولكن لو بقيت كندير هكا كنخليها على راسي. المره الاولى ملي مشيت صراحه خديت شي حوايج، كنت تاخذي شي حوايج هكا كتقول لي ماشي بزاف، ملي كتجي تخلصي كتلقاي راسك كتخلصي شي حاجه، يعني كتخلصي يعني ماشي شي حاجه قليله. وعاوتاني اليوم مشيت نقلب عليهم، ملي مشيت نقلب عليهم ما لقيتهمش، صك جايب خايبات شي حوايج اخرى. المهم انا نوريكم كل حاجه شنو خديت. خديت البنات هاد الصنيديله صراحه عجبتني، قولوا لي البنات الراي ديالكم فيها. هادي شحال زويونه، هادي خديتها من روس 19 دولار و 99، كل 20 دولار. الشكل ديالها غزال، ميدين ايطالي كاتبين فيها، ولكن زويونه. قولوا لي البنات كيفاش جاتكم. ومع خديتها بهاد اللوين ويبان ليا واحد السويك بنفس اللون، انا قلت هو ناخذو باش نقدر نلبسها نلاصقها معاه. خديت هاد السويك هذا صراحه هو زويون، ماركة ديالته ما عرفتش صراحه، ما نتابعتش من ماركه، ولا كنقدر نشوفها دابا ما عرفت انا واخا ماشي من النوع اللي كنتابه الماركات بزاف، ماشي من النوع اللي كندافع في الماركات. والله يا البنات ما عرفت منين نقلب على الماركه تاعو. المهم حتى بانت ليا نوريها لكم. فيه سميطه هكا نيا كدار مع تقدروا تشدوه بحال هكا، وتقدروا تشدوه بهذا بالسميطه تاعو. الثمن ديالو داير 21.99 بحال تقولوا 22 دولار. انا من النوع اللي ما كنتابعش الماركات، ما كان يعني حاجه ماشي بالضروره تكون شي ماركه اللي هي باش ناخذ، يعني نقدر الا عجبتني ناخذها، تقدر تكون ماركه تقدر تكون ماشي ماركه، المهم خاصها انا تعجبني في الشكل ديالها. المهم ها هو الشكل ديالو صراحه كيبان صحيح زويون من الداخل، زوين من الداخل، الخدمه ديالته كتبان زوينه. فيها هاد السميطه اللي يمكن لك تهزي الا بغيتي تهزي على كتفك، وممكن لك تهزي هكا. انا عجبني الشكل ديالو الصراحه، الثمن ديالو جد مناسب. هذا حتى هو خديته من روس اليوم، حتى هو الشكل ديالو الصراحه زويون، فن في الرجل كيبان غزال في الرجل. شوف الشكل ديالو كيفاش داير. هذا خديته ب 16 دولار و 99، وكاينين منه بزاف بزاف دابا فروس، بانوا ليا فيه منه بزاف. وانا كيعجبني هاد الطالون بحال هكا اللي كيكون هكا بهذا الشكل هكا، ما عاليش بزاف وفي نفس الوقت ما بلاش بزاف، كيكون الطالون ديالو زويون. قولي البنات الراي ديالكم. ولدي ما بغاش يسكت، وادم تسكت ما بغاش يسكت اليوم. البنات قولوا لي واش نتوما كتوقع لكم هاد القضيه بحال دابا هاد السبيبط السايز اللي جاني 7.5، 8 جاتني كبيره، وهاد الصنيديله 7.5 جاتني قياس ناقص عليا شويه، و 8 جاتني نيشان. قولوا لي البنات واش كيوقع لكم هكا نيا في السباطه، واش كتبقى يعني ماشي نمره وحده كتلبسوا.
خديت كذلك هذه عجبتني بنكيه خديتها، قلت نقدر نديرها هكا في بيتي، ندير فيها هكا التصاور ديال التصوير ديال ولادي مجموعين ولا شي حاجه ونحطها حدا راسي، عجبتني الشكل ديالها. هذه ديال 4 دولار و 99 وكاينين منها بزاف فروس بانوليه. هذه اللي عنوا لكم دابا خديتها غير غير على كيبان لومبالاج اللي فيها. هذا صابون ديال اليد خديته على كيبان هذا اللي محطوطين فيه، هذا يعني ملي عيط تقاضى يبقى هذا ديكور زوين ونقدر نحطو هكا في البلاصه فين كاين عندي الميكاب ديالي. صراحه قولوا لي البنات الشكل ديالو زوين ياكو، دي بحال الشكل ديال الزواقنيت اللي كنبيع انايا. بمناسبه البنات اللي تبغي الزواقه ولا اللوحات راه تقدروا تدخلوا للموقع ديالي www.imanartisan.com. كيف قلت لكم دابا هذا دومين مديره لي كونيكت مع ايتسي، من بعد ان شاء الله غدا ملي تلقى الويب سايت ديالي راه غدا تعودوا تدخلوا للويب سايت ديالي نيشان. المهم دابا محد دابا كنكتب لكم هاد الدومين اللي عيديكم الايتسي، راه تقدروا تقداو من ايتسي سواء اللوحات سواء الزواقه. راه بزاف البنات كيسولوني يعني واخا كنبقى نقولها لكم في كل فيديو كيبقاو يجيوني كيقولوا لي كيفاش نتقداو من عندك، كيفاش نتقداو من عندك، بغينا نتواصلوا معاك بغينا نتقداو من عندك. ف ملي هضرت على الزواقه نقول لكم دابا عاوتاني يعني نقول لكم تفاد الفيديو. خديت هذه البنات حتى هي من روس، هذا ديال ميك اب ريموفل. قول البنات انا صراحه عمري ما جربت هادو، عمري ما جربت هاد البراند، وقولوا لي البنات الراي ديالكم فيها. دايره فيها دايرين فيها ميك اب كلينين وايبس. المهم ها هما البنات، قولوا لي شكون اللي مجربه هاد الماركه. كان معايا ادم وصدعني، يلا ماما يلا ماما يلا ماما صافي صافي، وانا نقول لها نشري لك شي حاجه، ملي قلت لي نشري لك شي حاجه عاد باغي يبقى. فعزل هادي قال لك خدي لي هادي ديال سبايدر مان عجباتو، صافي خديت لي هادي. شحال خديت ليها لي 8 دولار و99 بالشورت ديالها. افلان اوكي عزيزه ناري عيشي عرقاني خربه ما عرفتيش باش تتقدى اليوم. يا ربي حصلني حصلني، قوليش هادشي انا ما باش كي لك تجي تاخدي كتاخدي شي حوايج عاد تخربيك بعد مرات. المهم البنات خديت هاد السيت ديال الميك اب بروش 9 دولار و99، حتى هي خديتها من روس. فيها الباودر بروش، بلاش بروش، فونديشن بروش، انجلد اي شادو بروش، اي شادو بروش، كريز بروش، انجلد لاينر بروش، بلندين بروش، يعني في بزاف البروش. وصراحه انا ديجا عندي بحال عندي البروش كنبغي نبدلهم مره مره، ما كنبغيش يبقاو عندي نفس البروش، كنبغي نبدلهم مره مره. عفترو المهم عجبتني خديتها. المهم الزيغه الزيغه خديت هادو ديال ريسيل، هادو فيهم ثلاثه هاد السايزات بثلاثه بحال هكا التشكيلات بثلاثه. وانا نيت كان يعني باغا هاد الوسطاني، عندي هاد الشكل اللي كانت الوسطاني ما عنديش، فعلى قبالو خديتهم ثلاثه. المهم نجربو شوفو كيفاش داير. وحمقوني شي هادو باليطات ديال فوق العينين، خديت ثلاثه تشكيلات صراحه واحد ينسك في الاخر. خديت هاد الشكيل هذا مارك سميتها باريس هيلتون، ها هو البنات. هادي عجبتني على قبل هاد الحمر، صراحه حمر صعيب تلقاي هكا ديال فوق العينين، فعجبني هاد الحمر. وكاينين شي لوينات زوينين، فخديت هادي معها حتى هي البروش ديالها. حتى شنو ندير لكم بها الميك اب فازي دوك الصداع. خديت هادي تاهي باريس هيلتون صباغه ديال الاطفال، فيها تاهي لوينات مختلفين. هادي 6 دولار و99 صراحه الثمنه جاتني مناسبه. خديت هاد الشفار، واخا ما كان 10 صاك شفار نضرب معاهم، عاد ندير هاد الشفار ديال المغناطيس ما كيبغوش يركبوا ليا، كتضرب معاهم تعيا حتى كنعيا. قلت خليني نجرب هادو نشوف هادو، واخا كنت شحال هادي كنحاول ندير ديال اللصقه ما كنبغاوش نبقى نضرب فيهم. هادي ديرين 5 دولار و99
انا بالنسبه لي الشفار ما كنعرفش نسقهم، ولكن عندي واحد التكنيك كان مع الريسيل. الا بغيت نطول شفاري بالريسيل كنقدر نطول شفاري كيبانوا بحال مركبه الشفار. داك النهار كانت درت واحد ستوري، واحد الاخت قالت لي اختي عافاك فين مركبه الشفار، وانا داك النهار ما مركبش الشفار على الريسيل، كانت درت واحد التقنيه باش عادو كيبانوا طوال، عادو كيبانوا بحال مركبه الشفار. حتى شي نهار ان شاء الله نشاركه معكم الطريقه اللي كندير. خديت كذلك هادو عكورة، كاين واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة الألوان مختلفة. صراحة عجبوني اللوينات، شوفوا البنات كاينين اللوينات مختلفين، ما تبانو لكم على الإضاءة. المهم إن شاء الله تاشي نهار ونشاركهم معاكم. خديت هاد الباليت تاهي، هادي فنة فنة فنة، واللي عجبتني أكثر هي المرايا اللي فيها، المرايا ديالتها كتبين زوين بزاف الشوا. او هادو هما اللوينات اللي فيها كيف كتلاحظوا، شوفوا شحال زويونين اللوينات. كيعجبوني انا هاد اللوينات هكا الغوز، كاين اللوينات الترابيه، كاين الجليتر الذهبي بالبرونز، كاين اللوينات زوين. يقولوا البنات كيفاش جاوكم اللوينات. حتى هادي باريس هيلتون. قولوا البنات الصراحه انا اول مره ناخذ، اول مره نزعم ناخذ الميكاب من روس. عاده كنبغي الميكاب اما كناخذه من وارمات ولا كناخذه من السي في اس. هاد المره كنت نزعم ونجرب. قولوا البنات واش هاد الماركه زوينه، بنات لي مجربينها وقولوا لي واش فيتي مجربين هكا الميكاب ديال روس، يعني واش مزيان ولا لا. صراحه انا غامرت وخسيت صراحه، ما قدرتش اول مره عند بلاصه الميكاب وما قدرتش في روس وما قدرتش نقاوم. عجبوني اللوينات، عمرني ما لقيت هاد اللوينات هكا في السي في اس ولا في، يعني اللوينات اللي كنبغي غالبا كنلقى غير اللوينات اللي ما كنبغيش انا. فهاد اللوينات يعني جذبوني كاع، عارفين نتوما عزيز عليا الالوان. وخديت كذلك هاد الباليت تاهي، تاهي فيها لوينات اخرين كتحمق زوينه، وفيها هادو هادي عجبتني فيها بروش تاهي زايدين. ما هذا واقيلا ماسكارا، فيها ماسكارا هنا. هذه ما قلت لكم وقال الثمن ديالها بلاتي، هذه قلت لكم، هذه ما قلت لكم الثمن ديالها. هذه دايره 6.99 دولار، نعاود نوريها لكم باش تعرفوا 6.99 دولار. هذه وهذه دايره 8.99 دولار، وها هي اللوينات اللي فيها. حتى هي فيها مرايه، فيها بروشز زوينه الصراحه، انا عجبتني. وخديت هاد البيندات، هادو طاحو من التويشيه ديالهم، هادي دايره 2.99 دولار، فيها بزاف البندات خاصيني البندات فخديتهم. كنبغي صافي الشيء اللي كاين، الشيء اللي كاين ملي كتكوني ملي كتخلصي كيبان لك بحال كشي كثير، كتقولي اوه ملي بديت نوريك كيبان لك داكشي قليل. المهم هادشي اللي كان البنات، شاركت معكم كاع داكشي المشتريات اللي خديت، كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. المهم حاولت يعني بحال هاد الفيديوهات شحال هادي ما بقيت درت معكم فيديوهات اللي كنتقديت من السطورات. هما الصراحه كيكونوا مفيدين من حد ناحيه، يعني فيما كنديروا معكم كنلقاو واحد بزاف الميساج اللي كيجوني، ملي خديتي هذيك لما ذكرتش شي حاجه ما ذكرتش ملي خديتها كيسولوا ملي خديتي هذيك، بغيت ناخذ بحالها. واحد المره كنت درت واحد الفيديو المشتريات اللي خديته من كوسكو، بزاف البنات مشاو خداو هما نفس الشيء اللي خديته، تواصلوا معايا قالوا لي راه خديناهم شكرا لقيناهم. كاينين البنات اللي ما بقاوش لقاهم، لقاهم ما بقاوش حيت كوسكو الحاجه اللي جات كطيح. المهم يعني بحال هاد الفيديوهات ملي كنشاركهم معكم يعني شي حاجه كتكون يلا جايه كيقدروا البنات تعجبهم كيمشيو حتى هما ياخذوها. المهم كياخذوا فكره وصافي. المهم هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم، كنتمنى ما يكون نسيت حتى شي حاجه، انني مرتبتش هذاك الشيء حطيت هذاك الشيء عجبته وبديت كنوري فيكم. فكنتمنى نكون وريتكم كل شيء، وكنتمنى نكون ذكرت لكم كل شيء كل حاجه ملي خديتها، ونكون ذكرت كاع الاثمنه يعني ما يكون فلت حتى شي حاجه. المهم هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم. الى عجبكم خليو لي لايك وخليو لي تعليق، شاركوا في القناه اللي كنتو باقيين ما شاركتوش فيها، وفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلكم الفيديوهات ديالي. واللي عيبغي اللوحات اولا الزواقه دخلوا الموقع ديالي www.imanartisan.com. ومرحبا بكم. دابا نقول لكم السلام عليكم في امان الله، وشكرا جزيلا لكم.